يا هداة أنتم في كل حين. من بركة نشر العلم وتعليمه فيه أنك تحسن إلى هذا الذي علمته، لأنك تبصره في دين الله عز وجل. فإذا عبد الله على بصيرة كان لك من الأجر مثل أجره. إخواني الكرام، أعظم استثمار هو الاستثمار في العقول، الاستثمار في النفوس، إصلاح البشرية. تبرعكم الكريم إخواني الكرام سوف يصب في تعليم أبنائنا القرآن الكريم وقيم الإسلام مثل بر الوالدين والإحسان إلى الناس وحسن التعامل مع الناس، وكذلك تعليمهم ما يلزمهم من أمور دينهم بإذن الله سبحانه وتعالى. وتحوز صحبة